قطعة ست اللي هو الأمير تشارلز إذن على يعني من ضمن ومعه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني. إذن الوفد البريطاني الأمير تشارلز الذي معروف طبعا بعلاقاته القوية جدا بالسعودية وتحديدا بالعاهل الراحل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يمثل بريطانيا رسميا كحكومة، إذن وصلا إلى الرياض زي ما بنتابع هذه الصور المباشرة مشاهدينا.